حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الدكتور نبيل علي العتوم الخبير في الشؤون الإيرانية والنووية. دكتور نبيل مساء الخير، أهلا بك معنا. إيران تهدد إذن ببناء مفاعلات نووية بحرية، هذه الخطوة هل تعني خرق للاتفاق النووي؟ مساء الخير خديجة. في واقع الأمر هي انتهاك للاتفاق النووي. احنا نتحدث عن الفقرة السادسة والسابعة الموقعة ما بين إيران ومجموعة 5+1، والتي تنص على عدم تشييد أي منشأة جديدة، خاصة أن هنالك نظام رقابي يلزم طهران بالإبلاغ مسبقا عن أي إنشاءات نووية، خاصة أنه لغاية الآن نحن نتحدث عن تركيز الاتفاق النووي على عدم إجراء إيران أي عملية سواء على صعيد التصنيع أو أي أبحاث ذات صلة بالبرنامج النووي. الآن ينبغي تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتصاميم الأولية لهذا الشكل من أشكال الدفع النووي. نحن نتحدث عن شكل جديد يقوم على تزويد السفن العسكرية وحاملات الطائرات بالطاقة النووية بدلا من الطاقة الكهربائية، وبالتالي هذا شكل جديد. لأن يندرج هذا كما ذكر التقرير في إطار مكاثرة الإيرادات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نحن نتحدث عن شكل جديد من أشكال ربما المواجهة أو المنافسة، خاصة مع قرب وجود استراتيجية ترامب وتحول ما يسمى ببند جديد أو الانتقال إلى مرحلة 14 أبريل من العام 2018، والذي ينص بشكل واضح على ما يسمى بعدم تجديد إيران للاتفاق النووي في حال عدم وجود ملحق للاتفاق النووي. طيب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول بأن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، لكن مثل هذه التهديدات كما ذكرت هي تعتبر خرق وتظهر بأنها لا تلتزم بهذا الاتفاق بشكل أو بآخر إذا ما تم تطبيق هذه التهديدات. كيف من المتوقع أن تكون ردة الفعل الدولية تجاه هذه التهديدات الإيرانية أو هذه التلميحات؟ يعني سؤال مهم خديجة. أنا بعتقد أن المجتمع الدولي خاصة الدول الضامنة للاتفاق النووي ينبغي أن تتحرك لمواجهة ما يسمى دعيني أسميه التصعيد الإيراني. إيران تحاول أن تجس النبض لمحاولة معرفة ما يسمى برد المجتمع الدولي على هذه الخطوة، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة من مكاسرات الإيرادات السياسية ما بين إيران والمجتمع الدولي. أنا بعتقد أنه الدول الضامنة للاتفاق النووي بدأت تستشعر بأهمية وجود ملحق إضافي للاتفاق النووي ينص على ثلاث جوانب أساسية. الجانب الأول هو البرنامج الصاروخي الإيراني وقف ذلك، ثم تسريع أيضا دور إيران فيما يسمى بتسريع وتيرة التدخل من خلال مداخل الأزمات الإقليمية، والجانب الثالث هو دعم إيران للإرهاب. كل هذه الجوانب ربما قد يعني تنقل العلاقة ما بين إيران والمجتمع الدولي إلى مرحلة جديدة. نعم. عنوانها التصعيد، ومرحلة باتت مفتوحة على كل الاحتمالات. مع ما يعانيه الشعب الإيراني، مع الاقتصاد المنهك، مع كل ظروف التي يواجهها الفرد الإيراني والشعب الإيراني، كيف يمكن أن يؤثر كل هذه التطورات وكل هذه المعطيات التي ذكرتها دكتور على الفرد والشعب الإيراني؟ والله خديجة تؤثر بشكل كبير جدا. نحن نتحدث عن إيران تنفق كثير من الأموال الباهظة على مداخل الأزمات الإقليمية، أكثر من 7 إلى 8 مليارات دولار، تنفق على برامج تسليحي كبير وضخم وواسع، تنفق أيضا على محاولات إيران بناء مجال حيوي يمتد عبر المنطقة سعيا إلى ما يسمى بالكوريدور الإيراني. كل ذلك أثر بشكل كبير جدا. خلال الأيام الفائتة وصل سعر الدولار إلى أكثر من 5000 تومان، نسبة البطالة إلى أكثر من 33%. نتحدث أيضا عن وصول أكثر من 44 مليون إيراني تحت خط الفقر. نحن نتحدث عن أكثر من 12 مليون إيراني يعانون من الفقر الغذائي. كل هذا سوف يؤثر بشكل كبير جدا، وخاصة أنه هنالك كثير من الشعارات التي طرحتها الاحتجاجات الداخلية في إيران تطالب بالالتفات إلى الوضع الداخلي، وعكست تآكل شرعية النظام الإيراني الذي لم يحقق لا يعني دعيني أسمي لا رفاه اقتصادي ولا تنمية اقتصادية ولا تنمية اجتماعية ولا عدالة توزيعية. كل ذلك بسبب انشغال إيران بأزمات المنطقة وتركيزها على البعد التسليحي الذي استنزف قدرات إيران بشكل كبير جدا. كل هذا كان طبعا حساب الشعب الإيراني. أشكرك جزيلا دكتور نبيل علي العتوم الخبير في الشؤون الإيرانية والنووية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا لك.